السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في الكوزينه ديالي. اليوم غنحاول نعمل معاكم واحد الطاجين ديال اللحم صفر ريال. الطاجين اللي شفتوني كيبقى طاني معنا بركم ان شاء الله كيفاش غنعملو غنصاوبو. كنتمنى اول حاجه الفيديو اليوم يعجبكم، وما تنساوش دائما تدعموا القناه ديالي بابي وجيم باش نقدر انا اعرضها اكثر على العموم. نبدأ على بركة الله. ما شوف عندي بدك خلاط، عندي مطيشة والبصلة، شوية ديال الربيع والثومة كنطحنهم. كنطحنهم كيجيو مشلوطين كما تشوفوهم. من بعد غنضيفوهم اللحم. بالنسبة نضيفوهم اللحم بالنسبة للعطرية اللي غنستعملو. شوف غير مشلوطين ماشي مطحونين مزيان. بالنسبة للعطرية غنعملو ليبزار، عطرية يعني عادية، كاين ليبزار، قرفة، سكنجبير، دي قرفة، سكنجبير، والخرقوم. هذا بالنسبة للعطرية. وكنزيدو عاوتاني شي حاجة ديال الملح ضرورية، والزيت حنا كنستعملو زيت العود. عندي مخلط انا مع الرومية، وبعد كنخلطوها كنخليوها تدخل فيها العطرية شي حاجة. شو نعملو؟ شي نعملو حاجة واحدة اخرى. غنكمل بالتقطع ديال البصله، شي حاجه ديال البصله مشلضه. البصله مشلضه، نزيدوها الطاجين. ونمشي ونقدو الصفر ريال ديالنا. هذا هو الصفر ريال اللي كيبان لكم دابا، واللي قطعتو من الغرس وجبتو معايا. غسلتو ونقيتو كما كتشوفو، راه مغسول. ودابا غنبداو نخدمو. كنقسمو اول حاجه الصفر ريال في الاول على جوج، ومن بعد كنوليو نقسموها على النص، يعني يكون نص كنقسموها عاوتاني على جوج، يعني كل صفر جيله كتقسم على ربعه. الصفر ديالنا كيكون مزيان غزال، ما كيكونش حامض بزاف، كيكون عالي حلو، ما كيحتاجش السكر بزاف في التعسل ديالو. اوكي بان لكم شوف كيعمل، يعني صفر غزال طايب. وكنبداو بالتقطع حتى كنساليوه، من بعد كنزولو له هذاك الوسط الثاني. لحظة، هنا هنا ملي كنزولو الرز الداخلاني، أول حاجة كنضربو يعني جوج ضربات على طول وجوج ضربات على العرض. نزيد نعاودها معاكم مرة أخرى، يعني كنزولو هاد الوسط الثاني، هذا داك العظم، من بعد كنضربو الضربة جوج ضربات على طول، يعني الضربة الأولى والضربة الثانية، والثاني كنرجعو نضربو على العرض. بعد
لبس فرجل كيكون ضعيف كيجي ساهل في التقطيع، ما كيكون شي صعيب. نضرب الضربة الأولى والثانية على الطول، بعد دورت يعني على العرض درت عاوتاني الضربة الأولى والضربة الثانية بنفس الطريقة حتى نكملهم كاملين. هذا بالنسبة للتنقة ديال الصفارجل. كنزيد معاه ملي كنحطو يطيب، كنزيد معاه شي حاجة د الملحة ضرورية. كما كتشوفو هاد هي البرانية، نحاول نصوبها معاكم. هادي كتدخل في الفران، شوا بغيت نشويها ومن بعد نقدها معاكم ان شاء الله. يلا قربت الطبق ونكمل معاكم. المهم هدا هو الطاجين ديالنا، هو كيطيب كما كتشوفو، باقي مبدا شي غلا، غنشعل عليهم نقص عليهم البوطا. الصفرجل هو هذا كما كتشوفوه كيطيب، ملي يطيب غنوري نكمل معكم الطريقه كيفاش كنعملو له. المهم انا عندي لاكونتيتي يعني كثيره، كنسرقو كنزول لاكونتيتي اللي ما نحتاجهاش كنعملها نحطها في الثلاجه، واللي بقات لي هي اللي انا عسل يعني انا عسل غير كميه اللي باغاها انا باش ما تبقى شي حاجه كضر، كنحطو في الثلاجه شحال ما بقى ما كيوقع له حتى حاجه، انت ما بغيتيه كتجبدو وكذاكرو. انا نعم هذا هو الطاجين ديالنا، هو كيطيب كما كتشوفوا. هذا هو الصفرجل، الصفرجل دابا راه موجود، الصفرجل راه موجود انا نوريكم كما كان فيه طايب. كيرجع ساهل نزولو، انا ما نعسلش كلشي باش يعاود يشتغل. انا اللي غير نحبس لي عندي الكل الا شفت هنا. هادو هما ديك الزواقات اللي كنا كنعملو ضربات ديال الموس، كيجيو بهذا الشكل هذا. انا حسب ديال الكبس حسب كنا في الغرب الفرنسي، ولا ما ديال روبيني غنزيد عليه. هنا كتشوفو هنا القرفة، هادي هي القرفة، غنزيد معاها شحال ديال القرفة. بس هنايا الصفرجل ديالنا ما حامضش بزاف، ما حامضش كيكون فيه و كنعملو شي حاجه ديال الزيت، اما يعني الزبده باش كتعطي واحد اللمعان على البريو، يمكن كنزيدو معاه شي حاجه ديال الزيت راه كيبان. ومن بعد ما كنعملو يعني السكر والقرفه والزيت والماء كنحطوه يتكمل بالتكسر ديالو. المهم هذه هي البرانيه اللي شويناها كما كتشوفوها، يعني تسيلات طيبه هي هذيك تشوات مزيان. نقطعوها، نقطع مطيشة الأولى ونقطع البرانية. كاين اللي كيحط البرانية إذا كدا شكل طولي، المهم أنا قطعة صغيرة. نقطع مطيشة، نقطع البرانية ونعملو لها العطرية ديالو، العطرية اللي كتمشي مع البرانية راها معروفة، كاينة الكمون تحميرة باش كتعطينا شي حاجة ديال باش كتعطينا لي كولور، و التومة والربيع. اللي كيبغي الحر كيعمل هريسة، انا عملت سودانية يابسة. وهذا هو التقطاع ديالها كما كيبان لكم، بعد كنضيفوها كنعملو العطرية ديالنا. حنا بالنسبة للبرانية في البلاد ديالنا اما كنعملوها بهذا الشكل هذا، او لكن كاين اللي كيبخرها يقط نقيها ويقطعها ويبخرها، كاين اللي كيقليها كنقطوها على شكل طولي او دائري، المهم كل واحد كيفاش كتعجبو. غير هي كان ما كنقطعش غير اذا كتكون رقيقة، وكيعملوها في الطحين وكنقليوها كتجي مقرمشه مزيونه، لكن الاغلبيه ديال الناس كيعملوها بالطريقه هذه.
كاين اللي كيزيد معها حتى الحامض مخلع او مسيار كوي حاجه كيسميه حسب المناطق. نزيد معها الفلفل على العموم بعد ما ضاف الطاجين ديالي هو هذا عملت قديس بالسفرجل كما كتشوفوا يعني الطاجين بالسفرجل واللي بقى يعني السفرجل اللي جات لي حطيته في الفريغو تنحتاجو هذا بالنسبه لاسبانيا يعني برينياك صوت سازارك كتجي مزيونه. وبالنسبه للبنات البنوته ديالي عزيز عليهم الفريت داكشي اللي صوبت البطاطا فريت وطبيعة الحال والطيخ قرب يتسير اللهم ناكلوه اليوم. وفي الاخير كنتمنى دائما الفيديو ديالي يعجبكم ما تنساوش تدعموا القناة وابون وجيم دائما كنتمنى ان نكون ضيفة خفيفة على قلوب المشاهدين والمشاهدات ونشكركم على المتابعة ونخليكم حريرة البصلة والكرافس والكزبرة والمعدنوس طبشن المهم هذه هي مطيشه بعد ما طحناها مطيشه والبصله كرافس وصبار المعدنوس بعد ما طيبتهم وطحنتهم كنطحنهم مزيان كما كتشوفوا يعني مطحونين عندي مزيان كنزيدو الحريره الحمص. المهم غنزيدو الحمص كما كتشوفوا عندنا الحمص بالنسبه للحمص الحمص كنقيه والحمص كنخليه بلا تنق. من بعد كنزيد الحمايه كما كتشوفوا عندي مقطعه طرفات صغار ومن بعد كنزيد العطريه عطريه كاينه الخرقوم كنزيد ايضا الابزار بس انا ما القى يعني يبزر على حسب النوايا كاين اللي كيكون مجهد يعني حرف بزاف كاين اللي كيكون ناقص شويه. بعد اللي يبزر نزيد سكنجبير سكنجبير انا ماشي حاجه ديال القرفه
هنسالي تعطيني العطريه، انا غنزيد معها الملحه والزيت يعني ضروري باش نطيبو بلا زيت. مطيشه ديال الحوت انا كنعملها في الاول ديال الطياب، واحد كيفاش كيبغي منها، كاين اللي كامله في الاول كاين اللي كامله زر الاخر، انا المهم كتجيني نعملها في الاول حسن. بعد كنزيد شي حاجه ديال الملحه، كنزيد الماء باش يطيب الحمص، طيب الحمص العدس الحال كتزيد لاكم تيط ديك الكفايه يعني شحال ما بغيتي ديال الماء، كنشدو عليها كنحطوها كطيب، ومن طيب نرجع نكملو عليها. المهم بعد ما طابت الحريره دابا ما طابت العذريه خصنا نكملو عليها. الى نقصت الماء كتزيد الماء تسخنو ونزيدو لها باش نكملو على الحريره ديالنا. الى شفتو ملي كطيب خصنا ندورها، باش كندورها كندورها بالطحين وكل من طاقه، كاين اللي كيدورها كيسلق البطاطا كيدحسها كيدورها، يعني حنا كندوروها بالطحين. الطحين كنزيد فيه الماء كنخلطو مزيان باش ما كيبقاش محبب، من بعد كنزيدو الحريره على حساب الحريره، كاين اللي كيعجبو صغيره كاين اللي كتعجبو خفيفه. المهم كنزيدوها، ما كيقولو اخرين يعني عينك ميزانك، ما انا ما تقدرش يعني دابا تقول واش ملعقه ولا جوج ولا كاس حسب الطحين في الماء. وانا كندور بالطحين ديال الطحين ديال الطبع هذاك اللي كيجي الحريره. من بعد نزيد واحد القنور ديال السمن، القنور دائما كيدار حتى الاخر، انت هذاك القنور اللي كيكون خاص بالحريره فهو اللي كيمنع كيقلك معنا في البدايه ديال الطهي اولا في النصف. المهم انا مد القنور ديال الحريره حتى الاخر، نزيد معها ايضا شي حاجه ديال الحمصه، حمصه نقيته وغسلته دابا تكون فيه شي حاجه هنا. ومن بعد المحمصه نزيد معها شويه ديال الشعريه، بالنسبه للشعريه انا كتعجبني الشعريه ديال السفه كتجي مزونه في الحريره، كتعجبني شي ديك الشعريه الغليظه هذه كتجي حسن. الشعريه الاخرى ملي كتبقى في الحريره مثلا بدات لك كتولي معجنه وكتنفخ، هذه اللي كتبقى عاديه كتجي مزونه في الحريره وخفيفه. وكنبقاو نحركو الحريره على حسب ملي كدير لها الطحين باش ما كتلصقش في القاع ديال الكوكوس، كنبقاو نحركوها حتى كتوجد. في الاخير كاين اللي كيزيد شي حاجه الربيع كيقطعو وكيزيدو، انا ما زيدتوش على حسب عندي الناس ما كيعجبهمش، وكتشوفوها كتغلى حنا كنحركو حتى كطيب. ملي كطيب هاك تفوا عليها، كتنقص البوطه وكتخليها طيب على خاطره. ملي ما طابت ما طابت غنغرفوها في الزلايف شربوا الحريره. الصحه بالنسبه للحريره دائما كتكون مرفوقه كما كتشوف، كتكون مرفوقه عندنا حنايا
المهم الحريرة دائما كتكون عندنا مرفوقة في الشباكية، يعني مرفوعة الشباكية وتسمار ديك شي حاجة ديال السفوف. هاهي يسرى الشباكية اللي كتعجبك. في الأخير منسوش دعمو القناة ديالنا بأبوني وجيم.